أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم أولى لقاءات وأيام الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإيمان، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، فها نحن نتفيأ ظلال شهر رجب المحرم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. لقاء اليوم يدور حول موضوع القرآن الكريم وأثره في حياتنا، ويحاضر في هذا الموضوع عالمان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن قادة ومفكري وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء ومفكري وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور سيد حمودة، مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، فضيلة الدكتور عبد الله راشد من مفتشي إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وكذا فضيلة الشيخ فتحي الجهري. ويحضر معنا واستقبلنا فضيلة الدكتور تامر جمال، إمام وخطيب مسجد الإيمان. كما يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي السادة مجلس إدارة مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، حسنا تفعل وزارة الأوقاف عندما تتخير الموضوعات الهامة التي تأخذ بأيدي الأفراد وبأيدي المجتمع نحو الأمن والأمان والسلام والرخاء والوئام والعطاء والنفع.
فعندما اختارت لهذا اللقاء موضوع القرآن الكريم وأثره في حياتنا، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وأوصانا بأن نتمسك بالقرآن الكريم وبمنهج القرآن الكريم وبسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضوع الغد، سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحسنا تفعل وزارة الأوقاف، وحسنا تفعل عندما أقامت هذه اللقاءات الثقافية الدعوية لتنشر الثقافة والفكر الوسطي والوعي وسماحة الدين الإسلامي بين أفراد المجتمع المصري. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى مثل هذه اللقاءات الثقافية الدعوية، ولا شك أن كل ذلك يأخذ بأيدينا وبأيدي المجتمع نحو الرقي، نحو التماسك، نحو الاصطفاف، نحو الاعتصام، نحو الأخوة، نحو فكر مستنير. رجل مثقف رجل يعرف حق الله سبحانه وتعالى، يعرف حق أخيه، يعرف حق أسرته، يعرف حق مجتمعه. أيها الأحبة، ونبدأ هذا اللقاء الدعوي الثقافي بأولى كلمات العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكيل وزارة الأوقاف، والذي يحدثنا حول هذا الموضوع، القرآن الكريم وأثره في حياتنا. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، من تمسك به نال مناه ومبتغاه، ومن تعد حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فالشكر موصول لحضراتكم على حرصكم وجلوسكم لاستماع القرآن الكريم وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والشكر موصول للصديق العزيز دكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والشكر موصول للسيد الدكتور مدير إدارة شرق ومعاونيه، ولفضيلة الشيخ إمام المسجد على حسن الاستقبال. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، القرآن الكريم كتاب عظيم، لأنه كلام رب عظيم نزل على نبي عظيم ليبلغه لخير أمة أخرجت للناس.
فهو كما استمعنا كتاب هداية لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إلى نور الهداية. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو كتاب هداية، وهو كتاب فرق الله به بين الحق والباطل. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو كتاب فيه شفاء للناس، فيه شفاء للقلوب. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكما استمعنا في تلاوة الليلة: شفاء ورحمة للمؤمنين، هداية وفرقان وشفاء. نزل لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إلى اليقين. أخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. كتاب من تدبر آياته خشع قلبه وبكى، كما جاء في قوله تعالى واصفا أهل الكتاب، واصفا حال أهل الكتاب عندما يستمعون إلى كلام رب العالمين. قال الله تعالى عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هو الذي تأثرت به الجن حينما سمعته. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به والهداية بيد الله ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب حينما سمع آياته وتدبرها النجاشي بكى هو ومن معه، وقال: إن هذا الذي سمعته وما نزل على عيسى ليخرج أو ليخرجان من مشكاة واحدة. حينما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي، قدم مكة وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شريفا نسيبا شاعرا لبيبا، خرجت إليه قريش. لماذا خرجت إليه قريش؟ خوفا من أن يسمع القرآن فيتأثر به. أهل قريش أنفسهم كانوا يتأثرون بسماع القرآن،
لكن سبحان الله كما قلت منذ قليل إنها هداية الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خرجوا ليمنعوه ويصدوه عن سماع سيدنا رسول الله حتى قال هو عن نفسه: لقد تأثرت بكلامهم لدرجة أنني وضعت شيئا في أذني حتى لا أسمع ما يقوله محمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي عند الكعبة، فالطفيل يقول: فخرجت فإذا برسول الله قائم يصلي عند الكعبة، فجلست قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه. ده هو حاطط يعني حائل حاش ودنه بعض الأشياء حتى لا يستمع إلى هذا الكلام. يعني أهل قريش قالوا له: هذا الرجل فرق جماعتنا وشتت شملنا، يقول كلام كالسحر، فرق بي يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، فإياك أن تسمع منه. الرجل من كثر الكلام والزن وضع شيئا في أذني. يقول: فلما جلست في مكان قريب منه أبى الله إلا أن يسمعني ما يقرأ، أبى الله إلا أن يسمعني آياتي. قال: فقلت في نفسي إنني رجل شاعر، ولا يخفى علي حسن الكلام من قبحه، يعني أستطيع أن أميز بين الكلام الحسن والكلام القبيح. قال: فأعجبني ما سمعت. ده أول وهلة يسمعه، أول لا أول وهلة. قال: فلما انصرف محمد صرت خلفه، فلما دخل بيته دخلت خلفه، فقلت له: يا محمد لقد قالت لي قريش كذا وكذا، يعني الكلام اللي احنا قلناه، فأعرض علي. فعرض النبي عليه الإسلام ثم تلا عليه بعضا من آيات القرآن الكريم، فلم يبرح هذا الرجل المكان حتى أسلم وشهد بأن القرآن حق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وكما استمعنا في تلاوة الليلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن من تمسك به متمثلا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أكرمه الله في دنياه وفاز وسعد في أخرى، وفاز وسعد في أخرى لما سمع ورقة ابن نوفل الوحي، كلام الوحي الذي تلاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران. لكن القلوب كالأوعية تختلف من شخص إلى شخص، فالسعيد من يوفقه الله عز وجل لاستقبال كلام رب العالمين بتدبر وتؤدة، وأن يعمل بما فيه بقدر ما يستطيع. قرآننا فيه الفوز وفيه السعادة وفيه صلاح البال، فيه الضمان للحياة السعيدة في الدنيا والفوز والأجر العظيم في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، قولوا آمين بقلب خالص، وشفاء صدورنا ونور أبصارنا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين. إنك نعم المولى ونعم النصير. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها عن القرآن الكريم وعن أثر القرآن الكريم في حياتنا، وذكر كيف أن أعداء الإسلام هم الذين شهدوا للقرآن الكريم ولفصاحته ولبلاغته، فهم أرباب الفصاحة والبلاغة. ألم يقل قائلهم الذي أرسلوه ليقول كذبا في القرآن الكريم؟ ولكن عندما استمع إلى القرآن الكريم صدر تقريره بقوله: هذا القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. طوف بنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي حول أثر القرآن الكريم في حياتنا، وكيف أنه يأخذ بأيدينا نحو الأمن والأمان والسلام والوئام والاعتصام، فهو دستورنا وهو منهجنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء لكل داء، وأن يجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم أولى لقاءات وأيام الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة، حيث يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، وجمع من رواد مسجد الإيمان هنا في شارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر. أيها الأحبة، ونستمع الآن إلى ختام كلمات العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب رحمة وتزكية وترقية للنفوس،
سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. نسألك يا من علمت سليمان ولقمان الحكمة أن تفهمنا وأن تبصرنا بما ينفعنا. ونسألك يا من أدبت عبدك ونبيك محمدا أن تخلقنا بأخلاق الأنبياء والأولياء والصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الأطهار الأخيار، وعلى كل من سار على دربهم على طريق الهداية والتقى والنور بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن من أجل جوانب التأثير للقرآن الكريم تزكية النفوس. الله عز وجل جعل سر القرآن الكريم أنه يأخذ بمسامع من يستمع إليه. سبحان الله العلي العظيم، من يستمع للقرآن الكريم يجد نفسه يتمتع بفصاحته وبلاغته وبيانه وعذوبة لفظه. فإن جوانب التأثير في القرآن الكريم لا حصر لها، ويكفينا أن نركز على بعض جوانب التأثير للقرآن الكريم علينا كمسلمين. أولاً، نزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد عربي، والعرب يتبارون ويبارزون بالفصاحة والبلاغة والبيان. فنزل القرآن ليعجز أهل الفصاحة ويتحداهم في أجل أنواع التحدي، على أن يأتوا بآية أو يأتوا بصورة أو يأتوا بعشر سور، ولكن عجز الجميع عجزا كليا عن الإتيان ولو بآية. فإن أهل البلاغة وأهل الأدب إذا نظروا إلى القرآن الكريم نظرة تأمل سترتقي لغتهم، أو لغتهم ترتقي، لأنهم يستقون من القرآن الكريم. إن من يتكلم سواء كان خطيبا أو متحدثا يطعم كلامه بآيات الذكر الحكيم لكي يكسب كلامه رونقا وبهاء ووزنا عاليا. ومن ينظر إلى القرآن الكريم على أنه قد حوى أساطير، لا نقول أساطير، وإنما حوى لنا عالم الغيب الذي جرى مع آدم ومع نوح وما جرى قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض والكون وما فيه. وإن من أجل مظاهر التأثير للقرآن الكريم كما قلنا تزكية النفوس. ومن حكمة الله عز وجل أن القرآن نزل منجما، القرآن ما نزلش مرة واحدة، نزل القرآن الكريم على نحو من 23 سنة. خلال 23 سنة يتنزل القرآن الكريم، وهذه حكمة بالغة لكي يتأثر كل من يستمع للقرآن الكريم. فمن أراد البلاغة تتنزل عليه الآيات لينبهر بما فيه من بلاغة، ليس شعرا وليس سجعا، وإنما كلاما مرتبا يأخذ بمسامع من يصغي إليه بقلبه وبأذنه وبعقله. فمن يستمع إلى القرآن الكريم سواء كان ممن يؤمنون بالكتاب أو ممن لا يؤمنون بالكتاب يجد أنه منقاد إلى حالة من الطمأنينة،
ما هو تزكية القلوب وتزكية النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهل هناك ذكر لله أجل وأرفع من ذكر من القرآن الكريم؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن من أجل مظاهر التأثير للقرآن الكريم تزكية النفوس. قد أفلح من تزكى، وفي سورة الشمس قد أفلح من زكاها. وهنا لنا وقفة في سورة الشمس لما أقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر وما تلا القمر. يقسم الله عز وجل بالشيء وضده، الشمس ضدها القمر، والليل ضده النهار، والسماء ضدها الأرض، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. من الذي سواها؟ منزل الكتاب سبحانه وتعالى. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من أي طهرها ونقاها من الرجس والدنس. طب ما هي عوامل التزكية، أو أجل وأرقى عوامل التزكية؟ القرآن الكريم. رب العزة في سورة النازعات طلب من موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل تحتاج إلى طهارة قلب؟ هل تحتاج إلى رقي الروح وصفاء النفس؟ استمع إلى كلام الله. وسبحان الله، كلام الله نزل على موسى بن عمران، ونزل على عيسى بن مريم، ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتح لأمة من الأمم كتاب مثل القرآن الكريم، لما حواه من إعجاز بلاغي وأدبي وبياني. ومن أراد إعجازا علميا فليتمتع في آيات القرآن الكريم، وليقرأ كتاب الله عز وجل بقلب وبعقل وبروية، سيجد ما يسره. ومن أراد سير الأولين من الأنبياء وأقوامهم وما دار بينهم وبين أتباعهم فليقرأ القرآن الكريم. ومن أراد ما هو قادم في دنيا الناس وعالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فليمعن النظر في كتاب الله عز وجل، سيجد ما يجلي وما يطهر وما ينقي نفسه وروحه. إن مظاهر تأثير كتاب الله في النفوس وفي العقول وفي القلوب لا تنتهي، ولكن شريطة أن نصغي إلى القرآن الكريم بقلوب واعية وبعقول تبحث عن الحقيقة وتبحث عن الهداية. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكرامة القرآن، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أوطاننا وفيما مكننا الله عز وجل فيه بكرامة القرآن الكريم، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الدكتور محمود خليل على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها عن فصاحة وبلاغة وبيان القرآن الكريم. ومهما تحدث العلماء إلى أن تقوم الساعة فلن يصلوا إلى الغاية من البيان والفصاحة والبلاغة لكتاب الله عز وجل. حدثنا عن أثر البلاغة القرآنية والفصاحة القرآنية في حياتنا وفي الأخذ بأيدينا
ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة. واليوم عشنا في أول لقاء وفي أول يوم من أيام الأسبوع الثقافي الدعوي، عشنا مع القرآن الكريم ومع أثره في حياتنا. حدثنا في هذا الموضوع عالمان جليلان من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن قادة ومفكري وزارة الأوقاف. حدثنا فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.